ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي دائما الهام شانيل. جزبا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا نشطين، تكونوا بالف صحه وتكونوا في التمام. دونك هادشي اللي كنقول لكم دائما، واكيد نتمنى كل سيده تكون بخير وعلى خير وهي كتفرج في هذا الفيديو. دونك الفصل ديال اليوم كما قريتو تحت هذا الفيديو في العنوان وصفه مختصه للتبييض والتخلص من الاسمرار، هاد الوصفه طلبت مني بكثره، ودائما دائما اكيد انا كنلبي الطلبات ديال كل سيده، وهذه من بين الوصفات اللي تلبس مني بكثره، يعني نتخلصوا من داك السواد او البقع الداكنه او السميره اللي كتكون في الوجه ديالنا، وماشي غير الوجه، هذه الوصفه مختصه حتى للبشره. يعني الا كنت مثلا منطقه سواء المناطق الحساسه او منطقه في اليدين ديالكم او الكوعين او القدمين او اي منطقه في الجسم ديالكم يعني كان فيها سواد او بقع داكنه، فهذه الوصفه غادي تعملوها ان شاء الله، وباذن الله اكيد غادي تخلصوا من الاسمرار. أوسي إلى عندكم الاسمرار أو السواد في البشرة الوجه ديالكم، أوسي كتعانوا من البقع الداكنة والسواد، فأكيد حتى هو غادي يمشي مع هذه الوصفة السحرية اللي كتكون من ثلاثة المكونات فقط، سهلة مهلة بسيطة، من أول استعمال إن شاء الله غادي تبان لكم النتيجة. كونوا متأكدين أن هذه الوصفة هي مجربة ومضمونة، فقط جربوها وردوا عليا في خانة التعليقات، ومن الاستعمال الأول فقط غادي تبان لكم النتيجة كما قريتو من العنوان. دونك على بركة الله غنمشيو الآن باش نتعرفوا على المكونات ديال الوصفة ثم طريقة التحضير ثم طريقة الاستعمال مع بعضنا البعض أكيد. دونك أول مكون غادي نحتاجو ليه في هاد الوصفة هو بودرة نيدو الحليب، وما أدرك ما الحليب للتبييض، فهو رائع ممتاز، فوائده لا تعد ولا تحصى. هنا اختاريت لكم نيدو، ما خديتش لكم الحليب السائل، ولكن يعني عندكم الا عندكم الاختيار في هذه الوصفه ديال جوج الحويجات هو انكم تعملوا الحليب السائل، الا عندكم ما عندكمش خذوا الحليب نيدو، غير هو نيدو كنفضلوا لانه بودره وغيكون في الوصفه احسن وافضل، لانه غادي يخلينا البشره اكثر واكثر يعني بياضا ان شاء الله. اما هنا عندكم جوج الاختيارات، اما عملوا الحليب السائل الا عندكم، الا ما عندكمش اكيد نفضلوا ناخذوا حليب نيدو بودره غبره، فاكيد ما كيخطاش حتى هو اي منزل، يعني لما لهم فوائد، واننا كنصاوبوا منه الشهيوات والاكلات وشلا اطباق وشلا اشياء، فدائما يعني الحليب نيدو كيكون متوفر في اي منزل تقريبا اكيد. فندوزوا اكيد لثاني مكون بلا ما نطول عليكم في اول مكون. اكيد بالنسبه لثاني مكون هو عسل الحامض، عسل الحامض كما كنعرفوا عليه التبييض ممتاز رائع جدا للتبييض والتخلص من البقع الداكنه. الناس اللي عندهم حساسيه من عسل الحامض، الا كان مركز 100% يعني الا كنتو عصرتوه يعني ديجا عصرتوه حطيتوه في الوصفه فغيكون مركز 100%، النسبه ديالو كتكون 100%. الا ضفتوا ليه واحد القطرات ديال الماء التركيز ديالو غادي يخف، وغادي يوصل حتى ل 50 60 70 على حسب الماء اللي ضفتوا ليه، هكذا ما غاديش يكون بديك يعني بداك التركيز ديالو اللي غيكون 100% كومسا، ما غاديش يحرقكم في البشره سواء الوجه ديالكم او البشره الوجه ديالكم او الجلده بصفه عامه. هاد الشيء كنقولوا الناس اللي عندهم بشره حساسه، الناس اللي ما عندهمش بشره حساسه حاولوا تخليوا عسل الحامض هكاك مركز 100%، هذاك الشيء اللي كندير انا، لانه انا شخصيا يعني البشره ديالي حساسه، ولكن بالنسبه لعصير الحامض ما عنديش منه حتى شي شيء يعني خايب او كنحس بحساسيه تجاهه، فما كنحس بحتى شي حاجه نهائيا، يعني كيكون مركز 100% وكنستعمل البشره ديالي، وهذا الشيء اكيد كيتختلف من سيده لسيده. فإلا عندكم حساسيه ضيفوا له الماء، الا ما عندكمش حساسيه خليه مركز 100% كمسة حتى المفعول ديالو يكون يعني مجهد والنتيجه تبان لكم ان شاء الله من اول استعمال. ثالث مكون هو جيل الويفيرا. جيل الويفيرا فوائده لا تعد ولا تحصى، الناس اللي ما عمرهم جربوه ولا ما عندهمش فوائد او فكره عليه ممكن تبحثوا عليه سوغ انترنيت، وتجيو تحت هذا الفيديو في خانه التعليقات وتكتبوا لنا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات الاسئله ديالكم، كل هذه الاشياء كنرحب بها دائما وابدا في خانه التعليقات اي تحت هذا الفيديو. جيل الويفيرا كاين بارتو، غتلقاوه في المحلات التجاريه الكبرى، يعني الثمن ديالو مناسب، يعني ماشي غالي، ويعني الثمن ديالو يعني في المتوسط، ماشي غالي ماشي رخيص، فالثمن ديالو عادي وزوين، يعني
رائع جدا، كنصح به لانه كيعطي واحد التبييض وكيعطي واحد اللمعه في البشره. مؤخرا وليت كنستعملوه بواحد الشكل اللي تقريبا يومي، وكنلقى عليه فوائد لا تعد ولا تحصى للبشره ديالي، يعني كيعطي ديك اللمعه خصوصا الا استعملتوه في الوصفات الطبيعيه للوجه ديالكم وداومتو عليه وكثرتو منه، فغتلقاو فوائد كثيره 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 بزاف. الناس اللي عندهم وصفات ديال جلال وفيرا اللي يعني اللي كانت ناجحه معاكم وكتجربوها يوميا، فما تبخلوش علينا في خانه التعليقات، كما سالا كانت اكيد شي حاجه جديده وزوينه ومجربه ومضمونه، يعني نستافد معكم حتى انا وسي بنات جدادات اكيد على القناه يستافدوا معنا ويستافدوا مع بعضنا البعض اكيد. دونك على بركه الله غادي نخلط جلال وفيرا اللي كيكون باللون الاخضر، وغنخلط عصير الحامض مع الحليب نيدو بودره ديالي او حليب السائل كما سبق لي وذكرت عندكم جوج ديال الاختيارات. دونك غناخد عصير الحامض، غادي نحاول نخلط داك عصير الحامض مع نيدو يعني مع الحليب ديالي غبره، عاد موراها نضيف جيل الويفيرا اللي كيكون باللون الاخضر اكيد. بالنسبه للحليب نيدو ممكن تعملوا اي كونتيتي يعني اي كميه تواتى معكم بغيتوها، يعني خصوصا الا كنتوا افراد اسره كثارين، يعني الا كنتوا غتستعملوا هذه الوصفه ثلاثه ديال الاشخاص او اربعه او الى ما فوق فممكن تضيفوا كونتيتي كثيره. انا هنا فقط استعملت تقريبا واحد الكونتيتي ديال جوج المعالق صغار، وهنا غادي نضيف داك الجيل الويفيرا ديالي كما غتشاهدوا هو كيكون يعني لاصق في الاناء ديالي، ما كيبغيش يعني يتجبد او ينزل غير بمشقه الانفس كما كنقولوا، فغير بالمهل غادي يهبط لي اكيد في الاناء ديالي. بالنسبه للجيل الويفيرا ممكن تعملوا اي كونتيتي بغيتو، يعني تعبروا بالملعقه الا بغيتو، ممكن ما تعبروش يعني على حسب عينكم ميزانكم كما كنقولوا. والوصفه خاصها تجينا سائله يعني ما تكونش قاصحه بزاف، تكون سائله كما سندهنوا بها اي منطقه المراد التبييض ديالها اكيد. انا غنكتفي من جيل الويفيرا وغادي نضيف عسل الحامض لانه الوصفه بقى عقده ليا، ونبدا كنخلط داك الجيل الويفيرا مع داك نيدو ديالي وعسل الحامض اكيد اللي ما كيخطاناش، اللي رائع جدا لما له من اشياء كثيره. نحاولوا نخلطوا مزيان باش كما سيتفاعلوا جميع المكونات مع بعضهم البعض، جيل الويفيرا اللي كيكون باللون الاخضر والحليب نيدو وعصير الحامض. هنا ضفت كونتيتي غير صغيره وكفاتني في الوصفه كما كتشاهدوا، غير هو نحاولوا نخلطوا مزيان. دونك الوصفه بعد ما تصبح لينا بهذا الشكل هذا. بالنسبه للقوام البنات كما سبق لي وذكرت نتوما اللي كتحكموا فيه، يعني واش تبغيو بهذا الشكل هذا او باي شكل بغيتو، يعني الشكل اللي يناسبكم هو اللي تعملوه. انا هنا غادي نحاول نضيف واحد الكونتيتي اخرى ديال الجيل الويفيرا كما تكون الوصفه اكيد ناجحه 100%، لانه يعني في الاناء ديالي ديجا ما بقاش لي الجيل الويفيرا، فحاولت انني ناخذو بزياده ونبدا كنحرك او بالاحرى نبدا كنخلط داك الجيل الويفيرا مع نيدو وعصير الحامض كما الوصفه تولي ليا يعني باللون الاخضر اكثر واكثر، لانه كما سبق لي وذكرت الجيل الويفيرا ما عطاش داك اللون اللي بغيت في الوصفه، فهنا غادي نكتفي لانه اللون الاخضر راه بارز او لا ظاهر في لا فيديو كما كتشاهدوا امامكم الان.
دونك كنصحكم بجيل الويفيرا بزاف البنات، لانه فوائده لا تعد ولا تحصى. كما سبق لي وذكرت وليت كنديرو دائما كناخذ يعني سواء القرعات الصغار هكذا ديال جيل الويفيرا ولا القرعات الكبار على حسب نتوما شنو بغيتو في الكونتيتي ولا في الكميه، ودائما كنخليهم عندي كمسا نعملهم في الصباح، وان شاء الله غنجيكم بواحد الماسك اولا بواحد الوصفه اللي كنعملها البشره ديالي بجيل الويفيرا اكيد اللي صراحه الله غزاله بزاف. ما علينا، الوصفه بعد ما صبح لكم بهذا الشكل هذا البنات، غادي تطبقوها على اي منطقه، يعني مثلا عندكم سواد في الوجه غادي نعملوها على الوجه ونخليوها حتى تنشف، غادي تحسوا بها بارده لانه جيل الويفيرا غزل بزاف، كيخلي البشره يعني تجبد، كيخليها تكون في واحد اللمعه، وكيخلي البشره ديالنا يعني تبرد ونحسوا بواحد يعني واحد البرود ديالي هي غزاله بزاف. السيدات اللي غادي يجربوها هما اللي غيعرفوا اكيد شنو بغيت نقصد لكم اكيد اكثر واكثر. فملي تعملوها تحسوا بها نشفات حاولوا تغسلوا الوصفه بالماء دافي، ومن وراها نعملوا واحد القطعه قطن مبلله بماء ورد او زيت الورد، كومسا نخليوا البشره ديالنا يعني اكثر واكثر لمعا، ومن وراها نعملوا كريمات لترطيب البشره كومسا البشره تبقى مزيته، خصوصا الا عندنا بشره جافه حساسه. وهذا الشيء اللي كاين البنات، الوصفه مفيده رائعه جدا، ممكن تبحثوا على اي مكون من هذه المكونات اللي ذكرت، سواء حليب نيدول التبييض او الجل الويفيرا وسيل التبييض ولا معان وللتخلص من البقع الداكنه اوسي وعصير الحمض، بلا ما نذكر الفوائد ديالو اكيد معروفه وغنيه عن التعريف اكيد. هادو هما ثلاثه المكونات بساطين ورخاصين وفعالين 100%، والوصفه ان شاء الله غتعطيكم النتيجه من اول استعمال، يعني ملي تجربوها من اول استعمال جيو تحسنوا هذا الفيديو، كتبوا لينا كيفاش جاتكم الوصفه، اكيد ما تنساوش تبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء ديالكم كما ستعم الفائده للجميع ويجربوها اكيد بنات اخرين. وكنشكركم اكيد على حسن المتابعه ديالكم، ما تنساوش تعطيو لهذا الفيديو بيغ لايك، زر لايك موجود اسفل هذا الفيديو، تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف او في الديسكريبشن بوكس او في البغداد فوق او في صندوق الوصف. ونقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه ديالكم لهذا الفيديو الاول مره وثاني مره اكيد، فشكرا لكم دائما وابدا، ونشوفكم ان شاء الله في لا بروشين فيديو. خليت لكم الراحه والهنا، وبسلامه عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.